لما كان ياسر عرفات رحمة الله عليه موقع على وصله وإجا هون وشاف إنه في نفق، هو اللي قال إلى الشوارع وإلى القتال وعملنا انتفاضة. ولما راح على كامب ديفيد أيضا وشاف إنه القدس وجزء منها خارج أي تسوية إجا وغمزنا إلى الانتفاضة الثانية. الترمومتر تبع فتح جاهز للحركة في أي اتجاه.